وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف من رام الله الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات. دكتور أحمد أهلا بيك. أهلا بكم. أهلا. خلينا نتكلم عن الوضع الإنساني في قطاع غزة واللي بيتفاقم الحياة، وفي تحذيرات يعني قوية جدا ومشددة بالذات هذه الأيام من دخولنا في مرحلة مجاعة. المتحدثة باسم منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا قالت أنه الناس في غزة الآن باتوا ينامون جوعا، وأنه ربع سكان القطاع يتضورون جوعا. يعني برنامج الغذاء العالمي أيضا قال إن هناك مؤشرات على قرب مجاعة كاملة في غزة. الأمم المتحدة نفسها بتقول إنه أهالي غزة بيحصلوا فقط على 10% من احتياجاتهم. يبدو إنه التجويع بات سلاحا تستخدمه إسرائيل لدفع سكان غزة إلى النزوح بحثا عن كسرة خبز. كيف ترى ذلك؟ يعني أنا لن أضيف كثيرا على ما قيل، يعني قيل الكثير في ذلك، والمتخصصون على الأرض والمتخصصون في الهيئات الدولية حكوا كثيرا عن الموضوع، بالتالي لا أملك ما أضيفه على هذا الأمر. لكن ما أضيفه هو أنه من يعني ولا أريد أن أبدو قاسيا ولا أريد أن أجرد ذاتي أو أجرد شعبي، ولكن عندما يجوع أهل قطاع غزة في إقليم عربي كامل عنده ثرواته ومياهه وغذائه ويستطيع أن يقدم هذا الطعام للفلسطينيين ليس بالضغوط السياسية. نحن الآن وصلنا إلى ذروة الإهانة، وخاصة بعد هذا القرار الدولي اللي عمليا القانون الدولي فشل، المجتمع الدولي فشل، الدبلوماسية فشلت، العدالة بين قوسين النسبية أيضا فشلت. بالتالي يعني عندما يجوع الفلسطينيين ويعطشوا والأمراض الآن المعدية تنتشر بينهم، الآن يعني الخطوة الوحيدة والعملية والتي بدهاش بلاغة على فكرة، لا نريد بلاغة ولا نريد شعارات. الخطوة العملية الوحيدة هو أنه أخوتنا وأشقائنا العرب مش بالدبلوماسية فقط، لا، وأيضا بالطرق المختلفة يجب عليهم أن يوصلوا الطعام والغذاء إلى الشعب الفلسطيني، لأن هذا الشعب الفلسطيني هو جزء من هذه الأمة، يدافع عن معتقداتها ويدافع عن رؤيتها ويدافع عن وجودها ويدافع عن بقائها أيضا. لذلك يعني أنا أشوف دكتور أحمد، أنا طبعا ليس دفاعا عن مصر ولا عن أي دولة عربية، لكن مصر لا تدخر جهدا في هذه المسألة، ولسه النهاردة سمعنا عن محطة لتحلية المياه مصر بتعاون مع الإمارات تغطي احتياجات أكثر من 300 ألف فلسطيني مياه صالحة للشرب. يعني في جهود يومية يعني قد تكون يعني ربما لا تلبي الطموحات أو لا تغطي احتياجات الشعب في غزة بالكامل، لكن على الأقل هناك تحركات للأمام. يعني هما مش بيتفرجوا ساكتين. أنا بتكلم يعني كلام واقعي مش دفاع، ولا بدي أنا أيضا بديش أدخل في التفاصيل، يعني لا أريد أن أدخل في التفاصيل هنا بقدر ما أريد أن أدخل في الأطر العامة والكبيرة. عندما يتعرض شعب كامل اسمه الشعب الفلسطيني مش بس إلى الإبادة وإنما أيضا للتصفية، يعني الآن نحن نتحدث عن حرب إبادة حقيقية، وهذا مش كلامي على فكرة، كلام الهيئات الدولية. الصور بتقول اللي احنا شايفينها اهو. بالضبط. وأيضا في هناك تصفية للقضية الفلسطينية، يعني هناك إبادة وتصفية. بالتالي هنا المسألة، وحتى يعني أشكرك على ما تقوله، يعني أنا مش معترض على الإطلاق، بالعكس، ولا أريد أن أدخل في التفاصيل، لأنه كل واحد بعرف أخوته وشهامته وكرامته وبعرف دوره وبعرف موقعه وبعرف مصلحته أيضا التاريخية والسياسية والأمنية. كل واحد يتصرف على هذه الأساس، ولا أريد أن أزايد على أحد على فكرة. لكن ما أقوله هنا أنه إحنا الآن وصلنا إلى انعطافة تاريخية قوية جدا جدا، وقد تؤثر على المنطقة كلها. وعندما رايح الفين هنا المنعطف التاريخي ده هياخدنا الفين؟ يعني إحنا النهاردة مثلا حضرتك في رام الله، أين السلطة الفلسطينية في هذه المعادلة؟ لا، السلطة الفلسطينية جزء من النظام العربي على فكرة، والسلطة الفلسطينية تعمل في ضمن المظلة العربية كلها، وبالتالي عندما نقول المظلة العربية عاجزة أو هي أقل من المطلوب، نفس الشيء، يعني السلطة الفلسطينية هوامشها قليلة وضيقة جدا. وبالتالي يعني ما أريد أن أقوله هنا الصديق العزيز حتى لا أفقد الاتجاه، أريد أن أقول أنه الانعطافة القوية هي أنه إذا تم شطب القضية الفلسطينية وتصفيتها وانتصار المشروع الصهيوني
انتصارا كاملا ناصعا ابيضا على المشعل الفلسطينيين، بنتصر على الاقليم كله. عندئذ نحن امام مرحله جديده كليا. بس انا اسمح لي دكتور احمد، انا مقدر للنبره الحزينه ربما في صوت حضرتك في رام الله، يعني في قلب الحدث، احنا بنتابع من الخارج، لكن برضو عايز اقول لحضرتك انه مستحيل القضيه الفلسطينيه تنتهي، بالذات بعد ما رايناه في هذه الفتره. يعني ربما من استشهد في قطاع غزه هو دفع ثمنا غاليا لاحياء القضيه الفلسطينيه في قلوب العالم كله، مش بس الحكومات. احنا مش بنقيس مدى التقدم بمواقف الحكومات والدول. أنا أتفق معك أنه هنا ننتصر على المستوى الأخلاقي والوعي، وننتصر على المستوى الوجداني إذا بدك، هذا صحيح. ولكن عندما نتحدث عن أنه الناتو الذي يدعم إسرائيل ويريد أن يعيد جيوسياسي المنطقة كلها، بمعنى عودة الناتو وحماية مصالحه وحماية منابع النفط وحماية الممرات وحماية أمن إسرائيل والقضاء على كل مشروع نهضوي عربي عمليا، هنا ما أقصده، هذا ما أقوله. وبالتالي نعم، يعني على المستوى الوجداني والوعي وفكرة أن القضية الفلسطينية تحولت إلى أن تكون قضية مركزية في العالم، لكن نحن أيضا لأنه ذلك كذلك هذا الناتو المجرم المتوحش يريد أن يعيد ترتيب المنطقة ويريد أن يربي بالحرف، أن يؤدب الأصدقاء قبل الأعداء على فكرة، هذا ما أقصده يعني. وبالتالي بس أنا خليني برضو، إحنا بندور يا دكتور أحمد على نوافذ الأمل والأمل الواقعي، مش الأمل المفرط يعني اللي مبني على مشاعر وأحاسيس. الموقف داخل إسرائيل صعب بالنسبة لنتنياهو. نتنياهو بينتظر، هو أوريدي وحيل في أربع تحقيقات مفتوحة الآن في نتائج الحرب وفي تقصير وحتى من وجهة نظرهم في 7 أكتوبر. فمش شايف ان الضغط من الداخل في اسرائيل ممكن يخدم الوضع في غزه؟ لا، هذا التيار، تيار القومجي الشوفيني الحخامي والتوراتي راح يسقط. يعني اليوم الاول اللي بتبدا فيه الحرب على غزه هذا التيار راح يسقط، واسرائيل راح تختار يعني زعماء مهنيين محترفين اقل ايديولوجيه، يعني اكثر مهنيه اقل ايديولوجيه. ولكن انا لا اتحدث هنا عن الاشخاص، يعني نتنياهو سيسقط وانتهى عمره السياسي حقيقه، لانه تحول عبء على الجميع، يعني عبء على الاداره الامريكيه بحكومته المتطرفه. بالضبط دكتور، بالضبط. يعني لا، وستسقط، تسقط فكريا وايديولوجيا، لانه هذه الحكومه الايديولوجيه عمليا اخذت اسرائيل الى منحنيات خطيره جدا، التعديلات القضائيه التي قسمت الجمهور على نفسه، الحرب على غزه، الفشل في 7 اكتوبر، وايضا فشل في اداره الحرب، وايضا مصادمه الاداره الامريكيه، بالتالي كل هذا راح يفشل يعني تماما. ليس هنا القصد يا صديقي، القصد هو انه المشروع الصهيوني الجديد اللي قد يجدد نفسه او يعيد ترتيب نفسه او اوراقه، بالتاكيد يعني هنا المساله. هذا ترتيب الاوراق الجديده الصهيونيه بعد الحرب لن تعترف بالفلسطينيين، لن تكون يعني لن تعطي الفلسطينيين هدايا مجانيه. بالتاكيد. انا بشكرك جدا الدكتور احمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا لك.